تعالي امه. هذيل هدومك. ابيك تتسبح وتبدل وتالي يصير خير. شكرا يا امه. العفو يا امه. وعقب ما ترتاح ابي قاعد اسولف معك. يعني شنو؟ انت تحبني؟ يا امه اكيد احبك. دام انك تحبني اكيد ما ترضى تزعلني. اي بس شو السالفه يعني؟ في شيء صاير؟ انا زعلانه منك وايد وايد. يعني انا جبت لك الاغراض وخليتك تنام عند خالتك بس عشان ترتاح، بس انا ماني راضيه يمه. انا زعلانه ان انت تتصرف تصرفات غلط وما تسمع كلام احد. يمه يا حبيبي لا تقاطعني. اول شيء تسبح وبدل هدومك وصر ركعتين وتالي يصير خير. ربي يهديك يا يمه. ان شاء الله. يمه احبك وانا اموت فيك. الله يهديك يا يمه. شيخي مش في الباب ان شاء الله. يمه بسم الله الرحمن الرحيم. ابو صالح؟ اي ابو صالح، علامك مقترعه اسم الله عليك. لا مو مقترعه، ايش فيك؟ بس مستغربه انه مو متعود تزورنا وخصوصا هالحزه الله يهداك. لا؟ اي اي متاسف ما شيكت على جدول الزياره عندكم. اشوف لك درب بس بعد اذنك. بس يما درب مش على زوج خالتي وسميه. زين ما لحظه خل احط عباس لحظه. اي يما حياك. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. هلا اخي ابو صالح. يا هلا ومرحبا. زارتنا البركه. الله يبارك بعمرك. هلا ومرحبا. هلا هلا يما. قومي بعصير حقك. اي اي صح. لا 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 مشكورين. زين شاي قهوه؟ لا 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 السكر مشلل عندي. ما يصير اول مره تدش بيتنا لازم تشرب. لا لا مشكورين ما قصرت. ما قصرت. ناطر وسميه بس تنزل. منو؟ ها؟ شنو؟ ما سمعتها. ناطر وسميه تنزل. نايمة. نايمة حبيبي. نعم بحالك. اسمعي يمه. وين؟ الحين خلاص خذيت شاور ولبست، ابيك تصلي وانا بروح اقعد بالصالة انطرك علشان نطلع كفيان وياك نسولف. ان شاء الله. وتنسى تصلي؟ اي ان شاء الله حاضر. ربي يهديك حبيبي. يلا يمه. ما انا بس عاد غرفتي تعبانه شوي. قاعدي مكانك ولا يكون احد يتحرك لما تنزل وسميه. ان شاء الله. ليش؟ تسالين ليش؟ بديتوا تستعبطون انت وبناتك، يعني ما تدرون شو السالفه. لا حول ولا قوه الا بالله. خوش دوامي يا ست وسميه. انقلوا البصمه وكشف الدوام هني ببيت هي. وانت ايش حق مراقبني؟ وانت ايش حق تكذبين؟ عاد انا كيفي، اي بيت اختي، اروح الدوام انا بكيفي. خلاص عيل، انا بكيفي عيل، اربي عيالي بالطريقه اللي انا احبها، بمزاجي. الله يهداك بس يا ابو صالح، مو كذي الناس تتفاهم، اقعد وارتاح عقب انت فاهم مو كذي. مالي قاعده، خلي ينزل صويلح من فوق، انا ادري ان صويلح موجود هني. ترى انا ماني مدمق ولا غبي ولا طيورك تطير علي. لا اله الا الله، اذكر ربك الله يهديك. تعال! وي وي وي. تعال هني! تقدم هني! أنت سوي روحك سوبرمان وعند ترى المصبيات! لا 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 صعد فوق. اصعد ويا الحليب. يا ابو صالح لا تهجم على الولد كذي بهالطريقه غلط. ندري ان الولد غلطان والله يلوم اللي يلومك، بس عاد اذكر ربك قول لا اله الا الله. يا ما قلت له، يا ما قلت له يا هي، طريقتي غلط مع اليهال، لا تطقهم، اكسبهم، الطق ما هو حل. هذه تربيتك طبخه طبختيه؟ يلا تفضلي، شو استفدنا من
على هالتربية؟ بس واللي سلمكم تكفون بس. إذا أنتوا الكبار مو قادرين تفهمون مع بعض، إيش خليتوا حق اليهال؟ وبعدين ما يصير، الأم تربي بصوب والأب يربي بصوب، اليهال ضاعوا، لا تضيعونهم حرام عليكم، مو عارفين من حقه بيروحون. يا هيانة اللي صرت لهم الأم والأبو، أوه ولا يدري عنهم. أنت بس لاهي بسفراتك وطلعاتك، لكن العيال ولا تدري عنهم، تدري عيالك بأي صف؟ ما غير بس واحد فيهم يغلط الطقة. لو نجح ما تقول له حتى كلمة مبروك، أنت ما تقعد دقيقة بالبيت، أنت لاهي عنا أصلاً، وإحنا بالطقاق عندك. خوش يا وسموك ملت، تبيني ألبس دراعة وملفع وجابلك بشاي الضحى. ما فيه هالشي، اقعد معانا بالبيت، جابل عيالك، اقعد معانا، سولف، طالع تلفزيون، تاكل لك لقمة معانا، ما فيها شيء. وايد أبهات يقعدون مع عوائلهم بالبيت، يقعدون يطالعون تلفزيون، يسولفون، يضحكون، ياكلون مع بعض، بس انت وين؟ ما تدور عندك هالسوالف اصلا، لا هي، لا بالسفرات والطلعات، واحنا بالطقاق ولا تدري عنا. واللي يسلمكم تكفون، بسكم صراخ، ترى الامور كذي انتم قاعد تعقدونها، ما قاعد تحلونها. يا هي، من اللي عقد المسائل انا ولا اهو؟ عن مين؟ شفتي اختك؟ هيا شفتي اختك؟ ما عليه يا ابو صالح، قاعد اقول لك مو زين الصراخ، اذكر ربك قول لا اله الا الله. اختك جننتني، طلعتني من طوري. يعني الصراخ هذا بيب نتيجه؟ الاعصاب ما تجيب الا التفرقة، الله يهديك ابو صالح، اذكر ربك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة، اقعد اقعد ولي سلمك، اقعد اقعد، خليه يجيب لك ماي كذي، اقعد. اقعد لا اله الا الله محمد رسول الله، خليه يجيب لك ماي، خليه يجيب لك ماي، خليه يجيب لك ماي عشان تهدى شويه بس. حسبي الله ونعم، حسبي الله ونعم الوكيل. مشعل، صالح بيعطيك شيء. أنا آسف يا باي. لا يكون تعيد اللي سويته. قول إن شاء الله. إن شاء الله يا باي. خلاص، هو وعدني إنه يتغير. حتى شوف شايب لك، عطي ما. تفضل يا باي. هذا؟ ايوه العطر اللي انت تحبه. مشكورين. خلاص عاد احنا ننسى اللي راح، ننسى هذا الماضي كله ونفتح صفحه جديده. انا نتشبت الغداء واللي هذي ينطرونا. يلا قوم قوم تغدى معانا. ان شاء الله ابدل ويكم. يلا يما امس.